كايلة قالت كايلوله وهي بتعيط وهي بتضحك خلصين. لا كايلوله مثلا انا بوديها النيرسري اوديها الحضانه فوانا ماشيه بقول لها ايه كايلوله لا اله الا الله بتقول لي محمد صلى الله وحاجه ثانيه والنبي من كايلوله حاجه ثانيه كايلوله عندها اي حد لابس يعني انت مثلا لابسه دريس تقول لك انت عروسه عندها انت دلوقتي سيماء عروسه اي حد لابس دريس يبقى عروسه شايفاني رايحه بقى خارجه الشغل فنانه حاطه ميك اب كمان مامي عروسه يعني عندها كده ربنا يخليها لك ربنا يخليك نبعت بوسه كبيره لاحلى كيلوله في الدنيا وهنروح فاصل ونرجع لكم تاني استنونا رجعنا لكم بعد الفاصل والعسل السكر اللي مفيش زيها دنيا سمير غانم هتلعب معانا دلوقتي ماذا لو هنسالك سؤال ونحط لك ثلاث صور اختيارات تختاري منهم اوكي اول سؤال لو هترجعي بالزمن والمفروض انك هتعملي دويتو مع مطرب من دول يكون مين اوكي عبد الحليم حافظ ولا محمد فوزي ولا محمد عبد الوهاب دويتو هتغنوا مع بعض يعني حاسه ان انا الثلاثه عايزه من كل حد حاجه وينفع ابقى انا يعني عندي اكسبشن كده لازم حد واحد بس يعني مش عارفه يعني عبد الحليم ومحمد فوزي الصراحه الاثنين نفسي اعمل معاهم دويتو مين بقى فيهم بس نفسي محمد فوزي يبقى البيست فريند بتاعي هو تحسيه طيب كده قوي وليه برضه في الاطفال وماما زمان قالت أيوة. هتمشوا مع بعض ايوه بالظبط يبقى الفنان محمد فوزي لا برضه عبد الحليم برضه لا 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 دويتو عبد الحليم طيب معلش خلاص انت اخترت ماشي خلاص ماشي محمد فوزي ماشي السؤال الثاني ماشي لو اللي هتمثل قدامك في نيلي وشريهان حد غير ايميل عسل تختاري تكون مين؟ اوكي منى زكي ولا هند صبري ولا غادة عادل؟ طيب هي هند اوريدي يعني هند بموت فيها اوريدي جت في نيلي وشيريهان كانت ضيفة فعشان كده انا هستثنيها شفتي الذكاء فيها يا وعدي اوكي وغادة كان عندها مسلسل سكر زيادة في نفس السنة فخلاص منى برضو كان عندها مسلسل انا شكلي اهبل ومنى جت لا بس ما جاتش في نيلي وشيريهان جات في اللي قبلها بس انت شكلك كده عايزه منى يعني مش عارفه يبقى منى زكي اهي اهي طيب السؤال اللي بعده عايزاكي ترتبي الاعمال اللي هتظهر دي بناء على احساسك بنجاحهم ايه الانجح وايه اللي بعده يعني لحظه ما هم نزلوا اوكي ماشي نيلي وشريهان ولا طير انت ولا قصه شتاء ولا الفستان البامبي لا انا ممكن اشرح لك كل واحده كانت ناجحه في حته اوكي تحبي كده اوكي معلش يعني طير انت مثلا كانت درجه نجاح انا ما شفتهاش في الافلام يعني انه كنت بشوف مثلا التليفوني كنت يعني حاطه التليفون والله العظيم بجد بلاقي الحمد لله يعني كل الـ يعني ببقى عارفه ان اللي بيتكلم ده طالع من حفله سته، حفله تسعه، حفله ثلاثه، كده ما شاء الله ورا بعض، وكنت ما بدخل السينما بلاقي الناس كنت هتجنن ونفسي اصور جوه السينما بتخبط برجليها كده بالكرسي من الضحك. الله يعني فكان ده احساس فظيع في نجاح الفيلم ده الحمد لله. الحمد لله. الكامبين بتاعت الاعلان دي لفستان البامبي دي كانت يعني بالنسبه لي النجاح كان فكره انه مش سهل ان انت يعني كانت من اول الحاجات ان انت تعملي كامبين خيريه صح. تنجح قوي كده والكاركتر كانت ناجحه قوي مع الاطفال الحمد لله فدي كانت ناجحه يعني ممكن تزودي على نفس ستايل النجاح ده بس اكتر شويه كمان مع الاطفال ومع الكبار الحمد لله نيلي وشريهان نيلي وشريهان صح قصه شتا كنت يعني
يعني كنتش متخيله انه اصلا الناس هتبقى ان انا بالنسبه لهم حد هيبقى مثلا بيشغلوه في العربيات بيسمعوه، ولا يعني فعلا ما كنتش بشوف نفسي كده، نفسي اغني وكده، بس بعد اقول لا اكيد يعني ممكن اغني مثلا جوه فيلم جوه مش عارفه ايه، لكن ان يبقى عندي اغنيه تنجح كده يعني الحمد لله وتبقى اعلى فيورشيب على يوتيوب، يعني كنت تاني مطربه على العالم كله، فده كان برضه الحمد لله. طب بما ان هم كلهم اعمالك، فيعني عشان نعدي السؤال ده اختار لنا عمل واحد اكتر واحد حسيتي فيه لحظه نجاح ما تنسيهاش. ممكن نبقى اخر حاجه نيلي وشريهان. يبقى نيلي وشريهان، وتحيه لنيلي وشريهان. طب قولي لنا يا دودي، لو واحده من الاغاني دي كانت هتبقى بتاعتك تختاري انهي اغنيه؟ اوكي. يارا اغنيه انت مني؟ ولا نانسي عجرم اغنيه احساس جديد؟ ولا اليسا اغنيه لو تعرفوه؟ لا يارا انت مني. يارا يبقى تغنيها لنا بقى. مش حافظاها والله بس انا بحبها. طب دلوقتي هم في الكنترول كلهم مصممين وعايزين يسمعوا احساس جديد. احساس جديد بقلبك بيزيد، بتحس وكلمه بتطلع فيا، انك عطول في مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت عليا، انا ما بدي تقل كلام يدوب قلب حنين وغرام، انا ما بدي تقل كلام يدوب قلب حنين وغرام، بكفيني اللي بحبك، هيدي الكلمة بتقتلني. الله الله. الله يا دودي ما شاء الله. قولي لنا يا دودي السؤال اللي بعده، لو هتعملي فيلم غنائي مع إحدى هذه الفنانات النجمات تختاري تكون مين؟ اوكي. سعاد حسني؟ الله يرحمه. ولا شادية؟ ولا صباح؟ انتوا بتحطوا ناس محيرة قوي والله. طب ممكن اختار التلاتة بقى اقول لك كل واحدة لسبب؟ اعملي لي اكسبشن بقى لو سمحتي. انا ما اقدرش اقول لدنيا لا. والله ما اقدر اقول لدنيا لا. اولا سعاد حسني طبعا يعني اسطوره مش طبيعيه، وفي حدث حصل يعني لسه هو حاصل لي من قريب جدا، هو انه مهرجان منظمه الامم المتحده بيتكلم عن ابناء زمن الفن الجميل، كل عيله منهم بتدي لممثل موجود من الموجودين دلوقتي يعني هم شايفين انه شبه النجم اللي من عيلتهم، فعيله الفنانه سعاد حسني اختارتني انا وادتني التكريم ده، فده كان شيء يعني بالنسبه لي كبير قوي قوي. مبروك يا دودي. ميرسي. الله يبارك فيك. فده كان شيء فظيع. يبقى نقدر نقول انك اخترتي سعاد حسني. لا ما انا هقول لك بقى حاجه ثانيه. بالنسبه لي الفنانه شاديه من الفنانات اللي يعني هي بتطلع حنيه وحب كده مش طبيعي، غنى تحفه وتمثيل تحفه، يعني برضو خطيره مش يعني طبعا لو عندي فرصه ان انا اشتغل هبقى عايز اشتغل مع الثلاثه. بالنسبه لصباح فانا بعشق طاقة السعادة والدلع واللي هي بتطلع، لا بالذات البوزيتيفيتي او الايجابية اللي هي انا طول حياتي بحاول ادور عليها هي موجودة فيها، يعني الست كانت بتعشق الحياة لاخر لحظة. ف يعني انا والله العظيم مش بأفور بس بجد رامي بيحس ان انا متخلفة لما بسمع الاغنية بتاعت ساعات ساعات على البحر بعمل كده وغريبة والله من كتر ما انا بحبها، فاهمة؟ بحب الاغنية وبالاغنية بجد بحس ان انا عايزة اعمل كده يعني الأداء. فهو بيحسني يعني فاهم متخلفة بس مش مشكلة عادي. لا انت عسل يا دودي. طب لو انت يا دودي اتولدتي في زمن الفن الجميل وانا اعتقد اصلا ان انت لسه عايشة ده بجد. انت رجعت انا اكيد مش كنت موجوده قبل كده وجيت ولا مش عارفه، بس بحس ان انا يعني ساعات بشوف اماكن بحس ان انا كنت موجوده هنا. زمان في الابيض واسود. طب قولي لنا بقى لو انت كنت فعلا مولوده في الزمن ده وقدامك ممثل تحسي ان هو ده اللي هتبقي على طول بتمثلي قدامه اغلب افلامك وهتنجحوا مع بعض ويبقى في بينكم كيمياء، يكون مين؟ احمد رمزي ولا عمر الشريف ولا رشدي اباظه؟
ثلاثة يعني مش طبيعيين في الجمال. يعني هما طبعا الثلاثة نجوم، بس مين أكتر شبهك تحسي إنه يبقى فيه شقاوة ورومانسي وكل الحاجات كده شبهك؟ ممكن أقول رد دبلوماسي لطيف. اتفضل. الفنان أحمد رمزي من الفنانين اللي أنا بعشقهم من وأنا صغيرة، والفنان الوحيد في حياتي اللي كنت من يوم ما اتولدت بزن على أهلي إن أنا أشوفه لحد ما طنط ميرفت أمين القمر حبيبتي ربنا يخليها لي طبعا إدتني تليفونه لما كان عايش يعني الله يرحمه، الله يرحمه. وكلمته وكنت انا لسه بعمل يعني ما كنتش لسه عملت الحاجات اللي هي يعني مش يعني قبل مرحله كباريه، كنت بعمل كذا يعني مسلسلات يعني انا نفسي مش معروفه يعني، قلت له دنيا سمير غانم فعرف بس بقيت الاسم يعني هو انا بنت سمير غانم وخلاص. قلت له انا عايزه اسلم على حضرتك، ورحت له مخصوص في الساحل الشمالي يوم وسلمت عليه. والفنان عمر الشريف برضو يعني كان عندي الحظ الجميل ان انا قابلته مرتين في حياتي او ثلاث مرات في مهرجانات يعني، فهختار رشدي أباظة عشان ما قابلتوش. يبقى الفنان رشدي أباظة. طب قولي لنا يا دودي، لو هتختاري فيلم من الثلاثة دول لحد من الممثلين دول انت هتمثلي قدامه البطولة، يبقى مين؟ اوكي. وانهي فيلم؟ مش عارفه والله يعني، لا ده سؤال. ما هو بصي هقول لك، ممكن يبقى الدور البطوله النسائيه، ما انا فاهمه يعني ابدل نفسي ما كان البطل يعني الدور ده كان عاجبك قوي انه كنت انت حابه تعملي تقدمي فيه حاجه مختلفه. مش عارفه بقى، مش عارفه خالص والله، فعلا متحيره قوي. ممكن يعني بما اني ما عملتش خالص في حياتي دور رقاصه، بس احب اعمل الراقصه والطبال مثلا مع احمد زكي. الله، حلو الاختيار ده. اختيار اوت اوف ذا بوكس. طيب يا دودي، دلوقتي انت كمان لما عملتي اغنيه فيلم هبته ما شاء الله نجحت وكسرت الدنيا الحمد لله، والاغنيه دي قريبه قوي 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 لقلبي ولقلب كل الناس، ممكن تسمعها لنا؟ اسمعها لك. بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض، ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض، نحس بحاجة مش فاهمين تفاصيلها، واجمل لحظة في الحدوتة اولها، وبعد شوية نتجرأ ونعملها، ونفتح يوم قلوبنا لبعض.